هذا وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الإنقلابية لليوم الثالث على التوالي في منطقة حمير وجبهة مقبنة، وتمكنت قوات الجيش من استعادة كامل جبل هوب العقاب الاستراتيجي للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، والذي تسعى الميليشيا السيطرة عليه لأهميته الكبيرة. كما استعاد الجيش قرية وجبل القوز وقرية القاعدة، وكبد الإنقلابيين 15 قتيلا و17 مصابا. وفي مديرية الوزعية جنوب غرب تعز، استهدف الجيش مواقع الميليشيا في جبل قرون الشامي بجبهة جرداد بني عمر، وكبدتها العديد من القتلى والجرحى.